السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بيكم في أقوى حلقتين في قنوات حمدي ووفاء كلهم. ليه؟ لأن النهاردة هتبقى تجربتنا الأولى إن إحنا تجربتين مرتين. أول مرة هنعمل حاجتين لأول مرة، يعني هيبقى بس طبعا هيبقى فيديوهين يعني بعيد عن بعض، يعني فيديو دلوقتي اللي تتفرجوا عليه وفيديو تاني هيبقى موجود على يعني قناة تانية، يعني أنا مش عارف فين اتلخبطين. أول مرة بقى أول مرة معلش. المهم إحنا النهاردة هنعمل حاجتين جداد جدا أول مرة نعملهم. زي ما أنتم ملاحظين إحنا ما عندناش الولاد، سايبينهم عند والدة وفاء كالعادة. المفاجأة التانية والتجربة التانية أول مرة نعمل أنا ووفاء سيشن صور، وهيبقى معانا مصور احترافي علشان خاطر نعمل لكم صور جميلة للإنستجرام الجميل اللي انتوا هتروحوا عليه دلوقتي، تتابعونا عليه هناك عشان تشوفوا الصور اللي احنا نصورها، وبرضو مرتبين له ترتيب كويس علشان خاطر نعمل حاجات ما اتعملتش قبل كده كالعادة. زي ما تعودتوا احنا تملي احنا وانتوا بنعمل الحاجات اللي يعني ايه اللي ما اتعملتش كالعادة. بقى وصلوا الفيديو على لايك زي ما بتوصلونا دايما، انتوا اقوى جيش. بالظبط احنا تملي انتوا، يعني انتوا بتدونا الدافع ان احنا نعمل لكم. انتوا مسيطرين فتملي كده ايه، خليكم مسيطرين في اللايكات. مش معنى ان وفاء مع الصغيره وفاء بنتنا مش معانا ما تحطوش، لا يبقى احنا كده بقى ايه نخلي وفاء معانا على طول. حط لنا لايك للفيديو ده كتير، وصلوه ل 100,000 لايك كمان. وطبعا الناس اللي مش مشتركه اتاكدوا ان انتم مشتركين علشان خاطر احنا هنعمل مفاجآت كتيره جدا 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 جدا، واحنا مش كلام وخلاص، احنا بنقول مفاجاه تبقى مفاجاه. يلا طولنا عليهم. يلا علشان خاطر احنا دلوقتي هنروح دلوقتي هنعدي على المصور الاحترافي بتاعنا، طبعا ايه هنعدي ناخده ونطلع على مشوارنا، هيبقى فلوج جميل. رحله كامله هنصورها بالظبط، هنحاول ننقل لكم الحدث العالمي ده لان هتبقى تجربتنا الاولى في الغونه. اتفضلي بره مصر ومش هيقدروا يجوا الحفله، انا عايز اقول لكم ان شاء الله اكنكم موجودين بالظبط، يعني هننقل لكم كل حاجه. واسفين يا ريت نقدر ان احنا نجي لكم والله العظيم. لا انا في مفاجاه كبيره هعملها لكم من جوه الحفله. والحاجه الثانيه انتوا بتقولوا لنا صوروا لنا الحفله، بقول لكم انا جايب مخرج، انا جايب مخرج مسرحي بكاميرات احترافيه غير الكاميرات اللي احنا بنصور بيها عادي، علشان خاطر انقل لكم الحدث ده علشان الناس اللي مش هتقدر تحضر تعيش معانا اللحظه. مش معنى كده ان الناس اللي هتحضر يقولوا خلاص احنا هنتفرج، لا لان انتوا هيبقى ليكم مفاجآت، اللي مش هيحضر للاسف مش هنقدر ان احنا نعوضه بيها، لان اللي هيحضر هيبقى ليه مفاجآت خاصه. غصب عننا والله، اللي مش قادر يحضر ده غصب عننا. بالظبط كده، نعوضكم ان شاء الله حاجات ثانيه. على رواقكم ما تقلقوش. خلاص يبقى احنا كده ايه، اللي هيحضر يخليه زي ما هو هيحضر، واللي مش هيحضر انا وعدتكم ان احنا نعوضه على قد ما نقدر. خلاص يلا بينا دلوقتي نروح بقى. نزلك يا رب والنبي، انا عمال اشرب بنسون من امبارح. طبعا كالعاده لازم نعدي على البنزينه ندي غسله للعربيه، لان ما بتقعدش ليه على طول ما عشان بنسيبها من غير غطا. انا معايا الغطا وجبته والله العظيم، وجبت انضف نوع غطا للعربيه وبكسل ان انا اغطيها اصلا. انا جبته كده عشان ايه، يعني علشان كان نادر عليا ووفيته. فالمهم هنعدي بس دلوقتي ندي بس تنظيف العربيه لان هناخد معاها صوره كده جميله. طبعا الصور دي كلها زي ما قلنا لكم كده ايه، يعني هتلاقوها موجوده على الانستجرام ان شاء الله. مش انت بتحط اللينك؟ اللينك موجود، هتلاقوه في اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف، علشان خاطر الناس اللي بتحب الصور احنا بناخد صور هناك، صور جميله يعني فاهم. مش احنا طلعنا ترند كمان في الانستجرام يعني انت ابقيت كل حته ما شاء الله عليكم. فاروح اتفرج على الصور بتاعتنا اللي هنعملها دي، هتبقى موجوده على الانستجرام طبعا ان شاء الله، تبقى صور جميله. يلا دلوقتي احنا على الدائري مستنيين كشري. الكشري ده مش بيتاكل، الكشري ده اللي هو المصور ده صاحبنا فوتوغرافيا، هو اسمه اسم الشهره بتاعه كشري. مستنينه بقى لما يجي متاخر قوي. بعدين ناكل في دوريتوس قبل ما يجي. كشري اخيرا وصل، متاخر قوي. متاخر قوي، ضرب لنا كان هيضرب لنا اليوم. اهلا، اركب. السلام عليكم. صباح الجمال حضرتك، انا عايز جنيه يا باشا. اي حاجه لله افك لك، وانا باشا اي حاجه لله افك لك، انا اي كشك واحنا ماشيين اللي حضرتك شايفه. حبيبي كشري، اركب يا معلم. انا كنت الناحيه الثانيه مع عرفات. كان تايه، معلش يا جماعه معلش، خلينا ندور عليه بالجي بي اس. وانت عارف معايا كشري يا جماعه، حابوا معايا بكشري الفنان. الراجل ده اسمه مصورات المشاهير، مصورات المشاهير، هو بيعتبرنا مشاهير يعني، فايه هو مسمي نفسه كده. ماشي، هتلاقي الامضه بتاعته على الصور اللي هيصورناها لنا النهارده، قولوا لنا رايكم فيها. طبعا هتروحوا دلوقتي حالا على الانستجرام عشان تشوفوا هيعمل معانا ايه تحت يا جدعان، وقولوا له راي، قولوا رايكم في الصور بصراحه حلوه او وحشه، علشان خاطر الراجل ده يعني شغله بيعجبني، فشوفوا برده رايكم زي رايي ولا لا. حلو، يلا بينا. يلا بينا. وصلنا يا
اخيرا في اللوكيشن اللي احنا هنعمل فيه اول صوره. تفتكروا فين؟ انتوا لسه ما تعرفوش فين. نقول لكم بقى ايه، بس ما تزعلوش الناس اللي هتسمع دلوقتي احنا فين، ما يزعلوش، لان احنا جايين صد رد يعني بسرعه وراجعين. احنا في اسكندريه عشان الاستوديو اللي احنا هنسجل فيه الاغنيه في اسكندريه. طبعا كشري بقى يورينا بقى الصور الجامده، هنخرب الدنيا. البحر اهو يا جماعه، ماشي احنا البحر. على فكره احنا كنا تايهين، كنا تايهين عشان كنا ماشيين على الجي بي اس. حد يمشي على الجي بي اس. بعد كده امشوا بدماغكم. هنشوف بقى اول صوره هتبقى عامله ازاي، وروحوا شوفوها طبعا على الانستجرام بعد الايديت، هتبقى جامده ان شاء الله. اول صوره خليكم معانا. اللفه ايه؟ بس لسه هتتظبط، لسه بيظبطها، ما بتبقاش كده يعني. ايه قبل الانستجرام بتبقى حاجه تانية خالص. عمال يقول لنا اجري عشان تلحق الشمس. اهم الشمس بيقول لك بتطلع الصور جامده قوي يعني. بص الغروب، هي فين الشمس يا وفاء؟ فين؟ بس هي عايزين الحق تنزل بسرعه. مش شايف؟ اهي شايفينها؟ الشمس اهي. عايزين نلحق بقى اللحظه دي، عايزين اللحظه الجامده دي. هناخد الشمس الاول. كمان نضحك بقى. بقول لك يا عم حمدي، لا احنا نبص. احنا وصلنا ايه بس؟ يعني الناس هتعرفنا؟ صور ما اكيد احنا لما نوري الناس كده يعني ايه، لازم يعرفونا يا جدعان، لازم نعرفوه. انا احنا وقفنا غلط ولا لا؟ احنا كده تمام، هي دي كده اوكي خلاص كده. الصوره مش شايفه كويس. الصوره حلوه قوي، الصوره حلوه قوي، بس مش باين. مش باينه. الصوره هتبان على الانستجرام اكتر عشان حبايبنا يعرفوا. ولا قديم انا كده؟ استوديو حماده متعب والله. موضوع السيشن يا جماعه، نرجع تاني. عيد من الاول. وفاء مش طالع. مش طالع هنا. براحتك خالص، احنا معاك، احنا معاك للاخر. وفاء بس يا جماعه وضع الصوره، مش هتشوفوه من هنا، هتشوفوه هنا. طب عايزين نوريها للناس. لا لا ما خلاص يعني كده. ماشي. مش عايز يوريكم الصوره، ماليش فيه، هو مش عايز يوريها لكم. مش عايز احرق، مش عايز يحرق. الانستجرام هتلاقيها موجوده ان شاء الله. هي الصوره هتتركب على بعضيها، تبقى شكل كده معين يعني. يلا بينا. حمدي بيتصور هنا لوحده. خلصنا الصور ولا لسه ما خلصناش؟ لسه هو بس احنا ايه يعني، خلصنا اللقطات اللي محتاجه شمس، وعايزين بقى نشوف بقى مكان ناكل فيه. ناكل بقى كبده او كشري او اي حاجه، المهم ان احنا نعدي اليوم. زقوا معايا اليوم يا جماعه. مش انا ان شاء الله هكسبك لو في وقت، نفسي اسافر اسكندريه. سمك؟ ماشي، بعد ما نخلص خالص مشوارنا واحنا مروحين نتعشى سمك ونروح خلاص؟ ماشي، عشان ناكل سمك بحر. مينفعش اجي اسكندريه ما اكلش سمك. حاسين على الكبده. قلنا لازم ناكل كبده اسكندراني اصليه. بدل اللي احنا بنعملها عندنا، عشان هم قبل كده عملنا كبده اسكندراني قالوا لنا مش هي دي، فقلنا نشوف بقى كبده اسكندراني. مش الكبده يا جماعه؟ اللي عندنا مش اسكندراني بقى كده. والله الاسكندراني طعمه مختلف. انا اول مره اعرف ان الليمون بيتاثر مع الكبده، معلومه جديده علينا. اخر بقى الصور بقى تشوفوها واحنا بناخدها دلوقتي بقى على الانستجرام. ضحكتك احسن من ضحكتي بره. الصوره حلوه قوي على فكره. استنى اوريهم الصوره دي ولا اوريكم الصوره دي عشان خاطر الصوره دي حلوه فعلا. لا استنى بقى دي بقى. لا 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 لا. طلع عم حمدي والضحكه اللي زي. لا 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 جامده جامده ان شاء الله يا جدعان. شوفوا الصور دي على باذن الله. الصور دي على الانستجرام، خشوا عند عم حمدي. الصور اللي عجبتكم كومنتات، قول لهم كشري حلو ولا وحش. لا كشري حلو، كشري حلو، كشري حلو قوي. يا باك فعلا انا واقف معاك يا عم حبيبي. كشري خلاص بقى. دلوقتي احنا خلصنا الفوتو سيشن بتاعنا، اول فوتو سيشن لينا. كله شوفوه على الانستجرام علشان خاطر فعلا 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 هيعجبكم. انا عجبنا وفعلا تجربه جميله. وفاء عايزه تنام.
وعايزه تاكل سمك خلاص رد كده. لو لقينا مطعم فاتح لان الوقت اتاخر هنروح ناكل سمك والعيال وحشونا. يلا بقى لو الفيديو ما كملناهوش فدي هتبقى نهايته. نشوفكم على خير وادخلوا على الانستجرام. على فكره في صور كتير صورناها مش مش كل الصور يعني في صور كتير خدناها هتشوفوها بقى على الانستجرام بقى. يلا مع السلامه. سلام.